السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في درس جديد من دروس سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله درس النهاردة هنتكلم فيه عن drilling tools أو الأدوات والعدد المستخدمة في مجال الحفر. drilling يعني حفر وtools يعني أدوات، بإذن هنا أدوات الحفر أو العدد الخاصة بالحفر drilling tools. في عندنا اول العدد اللي هي المستخدمه زي ما احنا شايفين، اول عده بنستخدمها اللي هي العده بتسمى الفايس جريب، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده الفايس جريب، فايس جريب دي اول حاجه عندنا. طبعا ده الشكل بتاعها، دي الشكل بتاع الفايس جريب. دي ايضا بتستخدم في ليها اكثر من استخدامات، سواء تفك مسامير او تعمل ليها اكثر من استخدام في اثناء العمل. بتسمى هذه العده او هذه الاداه بتسمى بالفايس جريب، فايس جريب. بعدين في عندنا البلاج والريسبتكل، دي خاصه بالكهربائيه عموما، لان هي دي اللي بتتربط بالكابلات، تبقى مربوطه في نهايه الكابلات او في الاماكن اللي هو في الفي اف دي يونت او هكذا. دي اللي بتستخدم في تربط الكابلات ما بين بعضها البعض، او بتربط الكابلات بين الجنريتور روم وهكذا الاماكن دي. فدي بنسميها البلاج، ودي بتسمى بالريسبتكل. الميل بتسمى البلاج والفيميل بتسمى بالريسبتكل، بلاج اند ريسبتكل. بعدين دي بنسميها الشانل لوك، شانل لوك، تمام؟ الاداه بتاعتنا دي بتسمى بالشانل شانل لوك، شانل لوك. بتستخدم برضو فاتح مسامير وهكذا بعض الاستخدامات في اثناء الحفر، بتسمى هذه الاداه بشانل لوك. يبقى اذا الاداه دي بتسمى بالفايس جريب، فايس جريب، فايس جريب، بلاج ريسبتكل، بلاج ريسبتكل، بلاج ريسبتكل، واخيرا شانل لوك، شانل لوك. الاداه دي بتسمى بشانل لوك. دي هنا انواع اللي هي بنسميها بالبلدي اللي هي الصافه والزراديه وهكذا. طبعا هنا بلاير، بلاير الزراديه، نوز بلاير الكماشة، واخيرا كتر بلاير اللي هي القصافة. يبقى اذا دي عندنا انواع البلاير، بلاير بلاير اللي هي الزرادية عموما. بلاير الاداة دي او الشكل ده بيبقى عندي بيسمى بالبلاير، بلاير بلاير. بعدين نوز بلاير، نوز بلاير اللي هي الكماشة، نوز بلاير، نوز بلاير كماشة، واخيرا كتر بلاير اللي هي القصافه او بتسمى بالكتر عموما. يعني ممكن حد يقول لك جيف مي كتر او جيف مي كتر بلاير، يبقى اذا الكتر او كتر بلاير الاثنين نفس المعنى. ممكن يقول لك كتر فقط وممكن يقول لك كتر بلاير الاثنين مع بعض، فاذا هي كلهم مسمى واحد او بتعود لحاجه واحده اللي هي القصافه، كتر او كتر بلاير. يبقى اذا دي الحاجات اللي ليها علاقه باللي بتتمسك في اليد، الكماشه او الزراديه او القصافه، بلاير، نوز بلاير، وكتر بلاير او الكتر. بعدين في عندنا البليد، بليد اللي هو اللي بنسميه بالبلدي الكتر بتاعنا اللي بنقطع بيه، ده بيسمى بالبليد، بليد، جيف مي بليد، بليد اللي هو الكتر، جيف مي بليد او نايف. على فكره ده بيسمى بالبليد او بيسمى بالنايف، ممكن اي حد يقول لك جيف مي نايف، كي ان اي اف اي، دي بتسمى بالنايف. يبقى اذا بليد او نايف، يبقى اذا الكتر العادي بيسمى بالبليد او نايف، بليد او نايف، بليد او نايف. جيف مي بليد او جيف مي نايف معناها اعطيني النايف اللي هو الكتر زي ما احنا شايفين الصوره بتاعته اللي هو الشكل بتاعه دوت. بعدين عندنا تشين اللي هي السلسله، تشين سلسله، تشين 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 سلسله، سلسله معناها تشين، تشين سلسله. اخر حاجه دريل ماشين اللي بتستخدم ليه دريل الحفر، او برضو في امباكت دريل اللي بتستخدم ليه فتح عموما. يبقى اذا دريل ماشين الاداه او الجهاز اللي قدامنا ده بيسمى دريل ماشين، بيستخدم طبعا لعمليات الدريلنج الثقب وهكذا، لو عايز يفتح فيه الخشب ويفتح فيه الحديد او هكذا بيسمى دريل ماشين، دريل ماشين. بعدين عندنا الهامر، الهامر اللي بتستخدم دي المطرقه او الشاكوش بيسمى باللغه الانجليزيه هامر، هامر هامر. بعدين عندنا الهوك، ده الخطاف او بيستخدم في التعليق بيسمى بالهوك، هوك هامر، هوك
باليت 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 او الباليتا، اللي هي الباليتا دي اللي بنحط عليها بعض المواتير او العدد او الحاجات بتسمى بالباليت، او الكابلات بتسمى باليت باليت. اذا باليت هوك هامر، باليت هوك هامر. وبكده يبقى انتهت حلقه النهارده، ان شاء الله نكون قدمنا لكم معلومه جديده ومفيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.